أنا اسمي صلاح عزيزي، ساكن اللهم صل على النبي بكفرغون. أنا من غازي عنتاب، كنت ساكن بتركيا بغازي عنتاب، وعندي صغير ابني اسمه عماد. أنا ترحلت على مبدأ أنه ما عندي نفوس، ما عندي أندريس، أجوا لعندي على الشغل ما في سيكورتا، ووقفوني على أنه أنا ما عندي سيكورتا، ورحلوني على جرابلس، مع معبر جرابلس، حبسوني بالأوزلي، هو الكامب لشعبة الأجانب، حبسوني فيها شهر، وبعدين رحلوني على سوريا، وأنا أخذوني من الشغل، وابني ضل بالبيت، أخذوه من البيت، حطوا لي باسطنبول سلطان بيلي شوشوك يولدو، تمام. أنا خبرت وزارة الأسرة 183 ما ساعدوني، كلهم عم بيقولوا لي كمليكك وقف، أنا عندي كملك وغازي عنتاب وكمشوني بغازي عنتاب، واليوم أنا عم بجي بتفتل، يعني محروق قلبي على ابني، انا ما عندي غيره. وانا طلعت، يعني اخوتنا الاتراك لما طلعت ما قصروا، واهل طيبه والله، يعني انا من مبدا بيتي، ولا من مبدا اغراض مطبخ، ولا من مبدا معونه، ولا من مبدا الجيران، كثير كثير كانوا كويسين معي. ما يعني تصرفهم كان كثير قاسي علي، بس انا بتمنى انه حدا يسمعني يرجع لي ابني، يا يعطوني يرجعوا لي ابني، يرجعوا لي اياه لالي، يا اما يلاقوا حل وسط بيني وبينهم. انا ما بتمنى منهم الا كل خير ان شاء الله، ورسالتي هي تصل للوالد. عندي هالولد كل شيء بملكه، كل شيء بملكه. انا بتمنى رسالتي تصل لكل الناس. يا اخوتي، الانسان لما يكون بعرف حاله هو راح يترحل، لا ينسى اولاده، لا ينسى حاله، يجيب معه اغراضه. يعني انا قلت لهم لحظه، قلت له بابو شوكي وار، يعني بس بير دقه، بس اجيب ابني من البيت احطه بعبي. اليوم ضل عند الجيران، والجيران شالوا سلموه للشرطة، والشرطة سلمته لسوسيان، وسوسيان أخذوه على اسطنبول سلطان بيلي. دق لي 3 أيام 4 أيام بلا أكل، وهو عم يبكي بده يشوفني، حرام. ما بعرف، كل ما أطلع على الحدود التركية، والله من 3 أشهر لهلا بطلع على حدود التركية، أقسم بالله عيوني بتحترق. عشت هنيك وبركت هنيك، أنا من بركت من الضرب، خفت على ابني من الطيران، وخفت عليه من كل شيء، وحطيته بعيوني، ويجي بالاخير ياخذوا لي اياه مثل شربة المي، ويدق لي عم يبكي.